أهلا بكم من جديد. أنتقل الآن إلى الدكتور حسن أبو خاطر. ما توقعاتكم بشأن انعكاسات طوفان الأقصى على ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين الصهاينة؟ يعني أعتقد هذا الأمر سيؤثر في مشهدين مهمين في القدس. أولا سيؤدي إلى يعني تحجيم المستوطنين واعتداءاتهم على المسجد الأقصى، لأن هناك جدل ديني كبير كان في وسط الحاخامات ورجال الدين والمتطرفين الصهاينة، قسم يؤيد الاقتحام بالذات الصهيونية الدينية وقسم آخر يحرم هذه الاقتحامات ويقول بأنها تجر الويلات على إسرائيل وشعب إسرائيل. وبالتالي هذا يعني الموقف الديني الذي يضم قطاع كبير من اليهود المتدينين، أعتقد الآن بأنه سيكون مدعوم بهذه الجولة، وبالتالي سيجد في النهاية رواج أكثر. وأنا أظن بأن هذا سينعكس إيجابا على المسجد الأقصى، رغم أنه لن يحل مشكلة المسجد الأقصى في نهاية المطاف. المسألة الأخرى أو المشهد الآخر الذي سينعكس أو ستنعكس عليه الأحداث هو معنويات الفلسطينيين، معنويات المرابطين الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه المعنويات سترتفع بشكل كبير جدا، لن يعني يتلكأ شعبنا في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بأي طريقة وبأي وسيلة، وبالتالي سنشهد وجود أعداد يعني أكبر من الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى، من الذين يرابطون في المسجد الأقصى. وهذا الأمر أيضا يعني سيعزز من وضع المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، لأن الاحتلال في الأيام الأخيرة قام ب يعني إرهاب الفلسطينيين بشكل خطير من خلال عسكرة المدينة المقدسة ووجود آلاف الجنود المدججين بالسلاح على أبواب المسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة وعلى مداخل هذه البلدة وعلى مداخل حتى جدار العزل العنصري الذي يؤدي إلى مدينة القدس. هذه الثكنة وهذه الإعدادات كلها ستتراجع بحكم المنطق والواقع، ولن يستسلم شعبنا لهذه السياسات بعد الآن، وسيبقى الأقصى دائما هو يعني الأمل هذا الشعب وهو المحور الذي يلتف حوله الجميع. لهذا السبب سيكون الأثر إيجابي على القدس وسلبي على المستوطنين وسياساتهم وجرائمهم. نعم. انتقل الآن إلى أستاذ حسن عبدو. أن تنفذ هذه العملية برا وجوا وبحرا في ظل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان، ماذا يعني ذلك؟ الآن هذه الحكومة بدون شك من أعتى الحكومات اليمينية، وهي يمينية خالصة ونقية، وهي الأولى بهذه الطريقة. من المتوقع أن تنهار هذه الحكومة وهذا الائتلاف لأن تذهب إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية. إذا ما كانت ذاهبة إلى مواجهة واسعة. أما إذا بقي اليمين الإسرائيلي متشبثا ولم تذهب إسرائيل لتشكيل هذا الائتلاف الجديد، فأعتقد بأن إسرائيل ستتعمق بها الأزمة الداخلية بشكل أعمق وأكبر مما هو حاليا قائم. لذلك تداعيات ما يجري على مستقبل الائتلاف الحكومي غير معروفة إلى حد الآن أو غير واضحة، لكن إذا ما ذهبت إسرائيل إلى الحكومة الوحدة الوطنية كما قال زعيم المعارضة لبيد هذا اليوم، فإن ذلك يعني أننا أمام مواجهة قد تطول وقد تتسع. وأما إذا ما بقي اليمين متشبث كما أعتقد بحكومته الحالية، وهي حكومة مقلصة وذات أغلبية طفيفة 61 مقعد، فهي لكنها مستقرة لأنها هي يمين خالص عنصري وفاشي ونقي. وبالتالي إذا ما بقي هذا الائتلاف متماسكا، فأعتقد بأن إسرائيل ستتعمق بها الأزمة الداخلية أكثر مما هو قائم اليوم. أما على الصعيد الصراع فكما تفضل ضيفك بدون شك بأن
هذه المعركة لا يمكن وصفها بالمعركة التكتيكية، بل هي استراتيجية، لأن حجم المشاركة بها أكبر بكثير، فقد استطاع ما يقارب 1000 نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال مع الأستاذ حسن عبدو. إذا أنتقل إلى الأستاذ سعيد. إذا كيف تتوقع استجابة الداخل الفلسطيني لدعوات النفير العام؟ طبعا الداخل الان هذه العمليه وسميتها انا عمليه انشطاريه عقديه واستراتيجيه في حد ذاتها. انا المقاومه لا تقبل على عمليه بهذا الحجم الا انها مرتبه مسار الى ابعد حل أمن. فمساله التجاوب الساحات الان، الساحات الفلسطينيه كما سبق وان ذكر احد الضيوف من ارض فلسطين، ان هذه العمليه عندها انعكاس. نعم، عندها انعكاس اولا على معنويات الشعب الفلسطيني، معنويات المرابطين، وعلى عندها انعكاس على القطيع المستوطنين انهم يراجعون، خاصه فيه بقدر ما يحمل الجيش الاسرائيلي والمخابرات الكيان الصهيوني تحمل هذا الفشل الإخفاقات، أيضا يحملون في توجه سياسي وتوجه حتى ديني يحمل المتطرفين والحريديين والعنصريين واليمين المتطرف المتدين اللي موجود في الحكومة وعنده امتداده في المستوطنين، أنه هو كان سبب. لأن لو المتابع للوضع في فلسطين هذه السنتين من تشكيل هذا الائتلاف بين نتنياهو والمتطرفين، ان نسبه العمليات ارتفعت، نسبه الاعتداءات ارتفعت، ونسبه اللا امن في الكيان الصهيوني سواء حتى في الداخل في 48 في تل أبيب ارتفعت، منسوب اللا امن ارتفع عند الكيان الصهيوني، بل وجدنا من الاستراتيجيين ومن الخبراء يتكلموا على زوال دولة إسرائيل وأنهم في 73 سنة. نعم. وأن إسرائيل عمرها في التاريخ شكلت دولتين عبر التاريخ لم يعمرها أكثر من 80 سنة. فبدأ الحديث عند الاستراتيجيين ودوائر الاستشراف أن كيف نمنع الانهيار أو نمنع انهيار دولة إسرائيل. معناه هذا الحديث اللي يصاحب النخبة وتتكلم الموضوع في عمق. الآن بدأت الحديث عن مسألة، نعم، تكلموا شوية حساسة. المسألة عند صانع القرار الصهيوني والدوائر اللي تصنع القرار الصهيوني سواء المراكز الدراسية وغيرها، بدأ الحديث عن وجود إسرائيل، كيف ننقذ وجود إسرائيل. كان السابق كيف نؤمن إسرائيل، كيف نحقق لها الأمن واستمرار، كيف تتغلغل. بدأ الحديث بأشكال مختلفة عن وجود إسرائيل، كيف نحافظ ليكزيستونس تاع إسرائيل. بمعنى الآن وصل الخطر، شكون اللي وصل إسرائيل لهذا؟ أولا سياسات الاحتلال، أولا العدوان أخذ الحق، ثانيا المستوطنين والمتطرفين والدينيين، لأن كان صراع داخل إسرائيل. الناس بزاف ما يعرفوش فيه ما يسمى الدولة الدينية. نعم، هذا الدولة اللي نادوا بها في مؤتمرات يهودية عالمية، يتجهون نحو الدولة الدينية، والدولة الدينية معناه نهاية إسرائيل. نعم، أنوه فقط لهذا الخبر العاجل للمتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال نحن في حالة حرب ولم نعرف هذه، نعم، الأجواء منذ فترة طويلة. نعم. ما تعليقك على هذا التصريح؟ أولا هو هذا التصريح في اتجاهين. نعم، في اتجاه حشد الدعم الدولي، استنفار امريكا واستنفار كذا، نحن في حالتنا. نعم. هذا يسمى نوع من الاستجداء ونوع من التخويف، وكأن نتنياهو يقول باننا مهددون، فاذا هددنا وانهارنا ستنهار سياسات الغرب. كانه هذه مساله استجواب، هذا معروف في السياسات اليهوديه.
حالة الحرب، لأن النوعية هي أصلا مثلا حرب. الذي بدأ الحرب هو الكيان الصهيوني. نعم. لما بدأ الحرب على في الضفة الغربية مثلا، حرب على جنين، نابلس، على طول كرم، على الأقصى، على كذا، معناه في حالة حرب. الآن هذه العملية بكل إمكاناتها وإبداعها وإفرازها أثبتت أن المقاومة الفلسطينية ارتقت من جماعات تضرب هنا وهناك إلى جيش. الآن المنطقة اللي مشات بها العملية هي منطقة تاع جيش، جيش نظامي يقاوم بشكل هكذا في صبغة المقاومة، لأن بحكم القضية أنه صاحب قضية. وثانيك العملية في كل كانت بانتظام وبشكل نظامي يدل أن المقاومة وصلت الآن إلى رتبة أو مصف جيش نظامي. نعم. طيب ماذا عن الاتهامات التي أطلقها بنيامين نتنياهو بشأن علاقة محتملة لهذا، علاقة محتملة لإيران وحزب الله اللبناني فيما جرى وما يجري اليوم في فلسطين المحتلة؟ طبعا هذه الاتهامات تتكرر في كل فترة تتكرر. نعم. وإيران بالنسبة لكيان صهيوني بعبوع ويخيفون به امريكا ويحركون سياساتها في المنطقه. وتعرفين ان نتنياهو في لما جاء بايدن الى السعوديه واجتمع مع دول الخليج وبعض الدول العربيه، وقال بان وبلينكين في زيارته الاخيره انه جاء يطمئن، خاصه عندما المشروع النووي، يطمئن اسرائيل ان امريكا هنا تحميها ولا تجعلها تتهدد او تتعرض للعدوان من ايران. فحكايه ايران هذه هي كما يقولوا أكذوبة دائما تتكرر، أو أسطوانة مشروخة دائما تتكرر، كأن ما رأيناه اليوم وما رأيناه بمعنى لا يمكن أن يكون إلا من قلب أرض فلسطين، هذا الطريقة والأسلوب. لأن الأول شيء نعرفه أن المقاومة وإن كانت تأخذ بعين اعتبار المنطقة وجيوسياسية المنطقة وتراعي مصالح بعض الدول وتأولى علاقات مع بعض الدول العربية، خاصة نحن شاهدنا أن مصر، دور مصر لا يمكن أن يعوضه أي واحد من دول الخليج مصر. فلاحظنا أن مصر منسحبة تقريبا من الملف، ونجد أن المقاومة تراعي، تراعي وتحرص على التضامن العربي، تحرص على الحضن، لأن أخيرا في كلمة ضيف أشاد بالمواقف الرافضة للتطبيب، موقف الجزائري ومواقف كثيرة. هذا يدل على أن المقاومة تراعي هذا الأمر ولكن تملك قرارها. والدليل على ذلك حتى هذا الخبر ما تسرب، ما رأينا مؤشرات عنه ولا كذا، استيقظنا فوجدنا هذا الخبر، هذا العملية بهذا الحجم. نعم. طيب سؤال أخير، أي انعكاسات محتملة للنفير العام على العمق الكيان الصهيوني باختصار؟ النفير العام في الأمة. نعم. النفير العام في الأمة الإسلامية. هو الآن النفير. نعم. النفير العام التي دعت إليه المقاومة. إيه نفير. نعم. المقاومة كما قلت تريد على الاحتضان. نعم. النفير العام بالمفهوم، بالمفهوم المسلح. هذا أمر صعب وله ظروف وله حيثيات. لا أظن أن المقاومة تذهب للنفير. النفير العام أن القضية. القضية وإذا لاحظنا قضية الفلسطينية في الفترات الأخيرة 10 سنوات إلى 8 سنوات الأخيرة مع موجات التطبيع مع كذا، أن القضية كأنها نوعا ما تناقص عمقها وتأثر عمقها في الأمة، في الأمة. والدليل على ذلك قمة الجزائر، هذه نقولها بصراحة، قبل قمة الجزائر الأخيرة العربية، فلسطين كانت لا تذكر، هذه حقيقة. صحيح. كانت لا تذكر في اجتماعات مجلس وزراء العرب ولا اجتماعات كذا، ولا عقدت لجان ولا تحركت الجامعة العربية على عدوان ولا أي شيء. لما جاءت القمة الجزائرية، القمة الجزائرية في القمة العربية في الجزائر، قضية فلسطين كانت سبع بنود في البيان الختامي. نعم. وسميت لما الشمل الفلسطيني. نعم. وكان عنوانها فلسطين. صح. ومن خلالها في القمة السعودية كذلك، بمعنى في القمة الجزائر هي الذي أعادت الآن، ولكن هذه الإعادة، إعادة القضية إلى حضن الأمة العربية
وحكم أمة الإسلامية هذا نعم. هو المقصود بالنفير. وصلت الفكرة أستاذ. عموما أشكر ضيوفي الكرام الكاتب والباحث السياسي عبد الرحمن السعيدي والدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي والخبير في شؤون القدس والمتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسعم البريم، والكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، والكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مصلح. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تغطيتنا لهذا الحدث متواصلة في نشراتنا وبرامجنا عبر قناة الجزائر الدولية. إلى اللقاء.